ما هو الجديد في هذا الموسم؟ صرح بناء للإنسان، شبابها يبقى العنوان لكل أبواب القيم. لا صرح يعلو في بنيان من دون أسباب الإتقان، ما بين الأنباط وكنعان حكاية البدر وإيران. مبادرات من شبان أدهشت القاسي والدان، تطوير أفكار هو معان، تسيد أخلاق وشيم يا دوحة العهد المصار، ودرة بين البلدان. أنت في الدنيا الميدان لصون أبواب القيم يا دوحة العهد المصار.